المدنية الحديثة وفرت للإنسان كل وسائل السهولة في أداء كل متطلباته، بيعتمد على آلات باستمرار ان هو ما يتحركش، يعني ممكن او يعمل كل حاجة بانه يتك على زر. والكلام ده هيرجع المفاصل والعضلات والأنسجة بتاعت الجسم اللي هي ربنا خليها علشان تشتغل، اذا ما اشتغلتش تضمحل تدريجيا وتدي نتائج سيئة جدا. نبتدي بأول حاجة اللي هي الظهر، والغضروف بتاع الظهر ده من اول حاجات اللي هي بتخلي الغضروف ده ينزلق ويتك على الاعصاب، هي انه عضلات اللي حوالين ظهره ضعيفة جدا والقعدة خاطئة ميكانيكية. تحلل الركب والمفاصل بتاعت الناس المسنين اللي هما دلوقتي بيوصلوا سن 43 سنة ونقول عليهم مسنين، ده كلام حقيقة يزعل جدا، لان هو ما بيشغلش ركب خالص، فتتحلى تدريجيا والغضاريف تتاكل ويحصل فيها الكلام اللي احنا قلنا عليه اللي هو تيبس وألم، وفي الاخر خالص ما يقدرش يحركها ولا يستعملها. ونصيحة طبعا ان هو يمارس حياة طبيعية صحيحة في القعدة، وبعدين يحاول يرتب لنفسه بروجرام او نظام رياضي انه يحرك كل مفاصله ويقوي عضلاته اللي هي مطلوبه.